جربتها صارت ويا صباح الخير، يسعد لي كل اوقاتكم حبايب القلب. ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، رجعت لكم بفيديو جديد ويوم طويل من المهام المنزليه وطلبات الاولاد اللي ما بتخلص. ابتديت يومي فنجان قهوه وهيك حبيت اشربها هالمره على الغاز، يعني اغليها سبحان الله وقت تنغلى على الغاز ريحتها بتفوح بكل البيت. بالماكينه كثير طيبه بس على الغاز وقت بنغليها هيك يعني بايدنا بتفوح ريحتها اكثر. وقبل ما نكمل الفيديو حطوا لي لايك، واذا ما كنتوا اشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس على الكل حتى توصلكم كل الاشعارات اول باول. اليوم بمدرسة بنتي في عنا عيد ميلاد جماعي للأطفال كلهم، يعني بدل ما كل طفل يعمل عيد ميلاد له بالمدرسة مع رفقاته عملته الآن هيك جماعي بيوم واحد لكل الأطفال. فقبل ما نروح على عيد الميلاد هو بوقت متأخر عن وقت مدرسته شوي، فقلت لازم نفطر قبل ما نطلع نروح لهنيك، فهنيك حيكون في حلويات وأكلات أكيد يعني الأهالي كلهم حياخدوا معهم، فقلت خلينا ناكل نفطر مشان ما نقضي أكل حلويات. قلت حاعمل جريب مالح. اول شي حطيت بدخ فقته منيح، حطيت له كاسة حليب وبدي احط لهم هيك معلقة ملح، معلقة ونص ملح، والطحين ممكن تاخد كاسة او كاسة بربع على حسب ما تلاقوا سماكة الخليط كيف صار. هلا هو بده يكون الخليط اقرب للمريء اكثر، يعني ما يكون جامد لحتى تطلع معنا الجريب ناشحة. بس نلاقي حمية المقلاية هيك منيح نوطي النار عليها وبنزل الجريب. هلا انا استخدمت هذا الابري، يعني اسهل بالتعامل من انه نستخدم الكبجاية العادية. بس لا تنسوا تمسحوا المقلاية حتى لو هي ما بتلزق بمحرمة ونتفة زيت، افضل بتطلع اظرف الجريب يعني هيك طرية وما بتاخد وقت، يعني الوشين بياخدوا تقريبا هيك دقيقة او دقيقة ونص. بقلبها شوي على الوش التاني وبحطهم ضمن هيك قطعة قماش لحتى يضلوا طرايا. شفتوا طراوة الجريب كيف بتضل هيك محافظة على حالها وطراوتها. هلا انا ما بحبه كتير رقيق، يعني انتو بتحسنوا تتحكموا بسماكة القطعة وقت اللي بتكون تنزلوا الخليط بالمقلاية. انا هيك حبيت اعملها شوي سميكة فحطيت حشوة جبنة، بتحسنوا تستخدموا المحمرة واشقوان، ممكن تحطوا دجاج مع فطر، يعني انتو اللي بتحبوه. بس بما انه انا على فطور حطيتها فحبيت احط جبنة، حطيت من الجبنة المشللة السورية لانه هي بتمط كتير على التسخين. ومثل ما لكم شايفين صرت ضبايق مربعات، كمان بتحسنوا تعملوا الشكل اللي بدكم اياه، ممكن مربع ممكن مثلثات او بوري، كتير لها اشكال. يكفوا هاي؟ حمصت الجريب بشوية زبدة هيك من الوش والقفا لحتى تسيح الجبنة. سيلا كتير بتحب الأكلات الجبنة اللي سايحة بقلبها يعني، فلهيك خليت لها زيادة.
هاي اللعبة وقلام هيك حلوين حلوين ما لكي شو هذا وهي البراية كمان حطهم هون لمين طلعت الهدية هاي بالقرعة؟ براد تنين براد دين ولا براد تونج؟ براد تنين حطهم هيك هاي ما حد سامعهم نحطها هيك بقلبهم شو رأيك؟ مثل ما شفتوا جهزنا حالنا والهدية اللي بدنا ناخذها معنا لطالب من الطلاب يعني بما انه اليوم عيد ميلاد جماعي وكنت محضرة قبل بيوم هذا الحلو نفسه اللي شاركته معكم بالمرة الماضية واللي هي سواريهات الليزي كيك. اعطوني رأيكم بالفستان صبايا قليل ما لاقي انا طلبي بالفساتين يعني كتير بلاقي صعوبة باختيار الفساتين هذا كتير حبيته على اللبس. وهون بعد ما قطعوا الكيكات كل الأطفال يعني اشتركنا كلياتنا بأهالي الصف يعني بهالكيكات وكل أم جابت معها يعني أكلت حلو وفردوهم على الطاولة وكتير انبسطوا الطلاب وكتير انبسطوا بالهدايا وبفكرة الهدايا يعني فكرة إنه الطالب ياخذ هدية يشتري هدية يعطيها لرفيق ورفيق تاني كمان هو يهدي فكرة كتير حلوة. على القرعة كل طالب طلع له اسم طالب تاني وبده يكون جايب له هدية بهذا اليوم بعيد الميلاد فكل واحد أخذ هدية وانهدى طبعا من طالب تاني فسيلا شفتوا الهدية اللي شاركتها معكم اللي أخذتها لرفيقة ورفيقة التاني كمان جاب له هدية لح تشارككم اياها كتير انبسطت فيها هي من الالعاب المحببة عندها. خلي ورجينا بقى شو جاب لك هدية كان يا سلام باربي ورجيني كتير حلوة صحية لشو شو لابسة؟ لابسة فستان فستان أبيض؟ إيه يا سلام مثلي اللعبة المفضلة عند سيلا ما؟ إيه هي الباربي حبيتيها؟ إيه قلتي له يسلم إيديك لرفيقك اللي جاب لك إياها؟ انبسطنا كتير بالحفلة اللي عملناها بالمدرسة والطلاب كتير انبسطوا وانبسطوا بالهدايا طبعا فهيك وقت رجعنا حبيت اعمل كاسة نسكافيه واقعد شوي هيك على رواق لسه وراي كتير شغل لانه حشاركه معكم ان شاء الله واللي عملت نسكافيه بس عملت رغوة بالحليب لحتى اعطيك شكل النسكافيه حلو لما حطيت له سكر انا بشرب بلا سكر هلا قررت اعمل لها لسيلا بروتين بس حاعملها بس للغره هي لانه شاطر كثير كلياتنا عم نعمل بروتين فهي حابه تعمل بروتين مثل ما بتعرفوا شعرها هي كيرلي بس ما حروح لها شعرها هيك بس حاعمل لها المقدمه بالبروتين عشان تصير على طول هيك ناعمه امتى ما تحممت عرقت كذا بتضل ناعمه الغره مع هيك شويه سوالف هلا انا عندي شويه خبره بالبروتين فهيك بجيب المواد هيك بالفرط يعني على قد اللي بدي اياه وبطبقها بمساعد حدا بساوي لي او لرفقاتي لاهلياتي بساوي ما حكتر الكميه شوي بس لمقدمه الراس يعني
هلا حبيت شارك معكم هاي التجربة عشان اللي بيحبوا يعملوا بالبيت، يعني بتعرفوا تكاليفها صارت كثير غالية البروتين بالصالونات، فانتوا استعرفتوا على مكان فيه بروتين يكون ظريف يعني برازيلي ظريف، فبتجيبوه بتصيروا بتساووا على ايدكم. انا بعمل هيك من زمان، من 4-5 سنين هيك بعمل. فاهم الشيء قبل ما نبلش بالبروتين يكون الشعر نظيف ومغسول يعني بشامبو للبروتين خصوصي، يعني طصطص بيجي بلا ملح. وكمان ممكن تستخدموا شامبو الاطفال مثل هامول وهدول اللي بيجوا بلا املاح. هي اهم شيء. هلا انا مغاسلت لها اياه ونشفت لها اياه بالسشوار. هلا ححط الماده على الشعر ونتركها بقى شي نص ساعه او 40 دقيقه لحتى تنشف تمام، بعدين نعملها بالليس. هناخد خصل ونحط لها الماده. هلا هي الماده بالفحم والكولاجين. ارفعي راسك ماما، مادة جديدة يعني وآمنة للأطفال، يعني ما بدنا نكتر منها حتى ما بتأذي الإيدين. يعني بعد ما بنحط ما بنقرب على جذور الشعر، بس هيك من بعدها بنص سنتي وبنمشط الشعر من المادة وبنتركه هيك لنساوي الشعر كله. هلا هي مقدمة شعر سيلا مو كتير يعني كيرلي، مفرودة شوي، بس النفشة يعني بتروح، النفشة اللي فيها موجودة بتروح. هلا اتأكد اني مشطت الشعر كله من المادة عشان ما تضل شي بشعرها. ارفعي راسك ماما. رح ضبلها ياهم هيك واترك لها ياهم بقى شغلة نص ساعة مو اكتر، يعني ما بيحتاج شعرها كتير. وبعدين بقى بنشف لها ياها بسشوار وبالليس بتصير تمام. هلا رح نشف لها ياها بس من المادة، بعدين بلش ساوي لها ياها بالليس. هلا انا مالي خبرت بروتين ولا انه بشتغل بهالشغلة، بس انه انا بساوي الي لرفقاتي لأهلياتي يعني بحب اشتغل فيها، لانه تكاليفها بالصالونات كتير عالية، يعني ممكن بنص او اقل من نص تكاليف الصالونات تجيبوا مواد وتشتغلوها بمساعدة حدا. طبعا اول مرة حتلبكوا ممكن، بس تاخد ايدكم تصيروا بتعملوها لحالكم. وبالنسبة للمواد ما فيني اضمن لكم حدا، مثلا اذا حدا سألني منين بتاخدي المواد وكذا، يعني ممكن ادلكم بس ما بضمن انه ما يغشوا ما يحطوا في كرياتين او اي مواد تانية، عرفتوا كيف؟ لهيك انتم بتكون تلاقوا مصدر موثوق وتاخدوا منه. اهم شيء يكون الليس حرارته فوق 220 لحتى يعطينا نتيجة منيحة، وخاصة اللي شعرهم كتير كيرلي او فيه نفشة عشان ياخدوا هيك نتيجة حلوة بدهم يكون الليس حرارته عالية. اهم شيء تعيدوا على الخصلة اكتر من 20 مرة، 20 ضربة ليس عشان تاخد الحرارة مظبوط وتفرد. هلا شعرات سيلا ما عذبوني لانه هي هنين يعني اساسهم هيك ناعم، صحيح فيها كيرلي بس الشعرة ناعمة. هلا هيك صار الشعر ما احلى مياز، حروح اغسل لها اياهم هدول ونشفهم باستشوار تنشيف عادي بتبين النتيجة. يلا تعي قومي نغسلهم. هلا الشامبو لازم يكون يعني خاص للبروتين، يكون طز يتشال الماس، يعني ما فيه طز ان كان الشامبو او الكريم البقم لازم يكون نفس الشيء. هلا بأول حمام بعد البروتين ما بحط شامبو، بس الكريم يعني حطيت لها شوية كريم بعد الحمام، يعني بعد ما هيك روحت لها المادة منه، بس بعد منها بقى الحمامات اللي بعد تحطوا شامبو وكريم اللي بدكم اياه، بس يكونوا كلهم خاليين من الملح. هلا هيك نشفتها شوي بس بالبشكير، حنشف لها اياها بالسشوار تبين النتيجة. وفي نقطة مهمة انه بعد البروتين ما نعمل الشعر بروتين لازم ما نستخدم عليه زيوت كريمات، اي كريمات مثلا كريم حمام، كريم مطري، كريم بديل زيت، كلها هي بدنا نلغي استخدامها اذا عملنا الشعر بروتين. والعلة بالبروتين انه متى ما صرتوا تعملوا بروتين تصيروا تأدمنوا عليه، ما بقى تحسنوا غير كل سنة تعملوا. قولوا لي منهم حبيتيهم؟ ايه. هلا صارت غيرتك على طول شو؟ سبلة. ارجيهم هيك لشو؟ شايفين كيف؟ هلا بنحسن نقصرها شوي للغرة عشان ما تنزل على عيونها.
لأنه ما بقى تقصر، يعني ما بقى ناكل هما إذا مبلت يعني تقصر كتير. شو سيلا؟ حلوة. حبيتي؟ ايه. ورجيني شو؟ منيح طولها هيك الغرة صارت؟ هيك مو نازلة على عيونك ما؟ أعطوني رأيكم بهالبروتين تبع سيلا، حلو؟ حبيتي أنتي؟ ايه. امبارح عملت لسيلة الكيك السواري هاد، واليوم لابني رايح لعند رفيقه زيارة يعني، فاللي على طول بقلن على اكلاتك وبيشوفوا قناتك فحابب يدوقون هيك من اكلاتي، فتلحق اعمل لك اكلة حلوة جديدة لسه مو عاملتها من قبل، حاعملها وبتاخدها معك. فاليوم حشارككم فطيرة الفريز، كتير كتير طيبة وسهلة وما بتاخد وقت ابدا. عملت المهلبية اللي هي كاستين حليب، معلقتين نشا، معلقتين طحين، وثلاث معالق سكر، وحطيت لهم ظرف فانيليا. وبدي هون عجينة الميلوفوي الجاهزة من البيم باخدها، وهي سوبر ماركت موجودة فيه. وبين ما تبرد المهلبية راح اشوي الرقايق الميلوفوي. حطيتهم مثل ما لكم شايفين هيك، قطعتهم لمربعات، هن بيجوا مستطيلات، قطعت كل مستطيل لمربع وعملت مربع بقلبه، وهذا المربع اخذت كل طرف للطرف الثاني لحتى يعطيني هذا الشكل المفرغ بالنص. بدي احشيه لانه بمهلبية، لسه حضف له اضافات تصير مثل الكريمة، وضيفه عليه هون بعد ما ينشو. دهنت قطع العجين بشوية حليب وبمساعدة الشوكة، صرت هيك غرز بالنص لحتى هي القرنة ما تنفش عندي كتير، ورح رش على وشهم شوية سكر بودرة مشان ياخدوا هذا اللون الحلو الأحمر. يعني بتعرفوا الميلفوي هو ممكن يحمر كتير بس بدون هيك لون الحلو تبعه، فالسكر مع الحليب يعطيهم كتير لون حلو. ححطهم بالفرن تقريبا 10 دقايق، أخدوه حطيت الفرن على أعلى حرارة من فوق ومن تحت، 8 دقايق كانوا جاهزين. حطيت المهلبية اللي عملتها، وحطيت معلقتين قشطة، قشطة هي المطبوخة اللي بتجي مع اللبن بوب، وحطيت 3 معالق كبار لبنة، اللبنة الحلوة اللي بتجي حلوة. خلطتهم كتير منيح مع بعض، اذا لقيتهم كتير جامدين فيكم تزيدوا لهم هيك شوية حليب لحتى يمرقوا ويساعدوكم بالخلط. غسلت الفريز ونشفته وقطعته هيك، حطيته على جنب، وفرغت كل الكريمة اللي عملناها بكيس مشان تسهل علينا عملية هيك تفريغهم على وش القطع العجين بعد ما شويت وهيك بردت شوي، وبدي زينها بقطع الفريز اللي قطعناها. خليت على الوش كمان سكر بودرة لتعطيها شوية حلاوة، لأن مثل ما بتعرفوا ما فيها كتير حلاوة غير الكريمة اللي عملناها، حطينا على شوية سكر، أو بتقدروا تحلوها بعسل أو ممكن بمعقود الفريز. هونك فضيت كم قطعة بصحن وغلفتهم وعطيتهم لابني ياخدهم معه، وكأكيد عملت كمية كبيرة مشان الأولاد بيحبوا هيك أكلات بيفطروا فيها الصبح أو هيك المساء بيجوعوا. Ellerine sağlık.
Beğendin mi? Evet. شلون؟ هي أول مرة، أول تجربة. ترى شيء هيك شو بسموها تشيلك، فيها حمض والهي حلو ما هيك كثير طيبة. أول مرة مجربة. طيبة.